ياما مرينا بقضايا غريبة وأحداث وجدالات كبيرة وعميقة، مثل مثلاً الأرض مسطحة ولا كروية، أو مثلاً على صور الثقب الأسود، الأهرامات كيف انبنوا، وكثير من هالمواضيع. بس بسوريا في قضية جدلية من نوع تاني، حلاوة الجبن الحمصية ولا الحموية؟ في خلاف كبير بين محافظتين حمص وحما، عمره عشرات السنين على أصل حلاوة الجبن. أهل حمص بيقولوا إنه أصل حمصي واخترعوها أجدادهم الحمصيين، وأهل حما بيقولوا إنه أصل حموي والحماص نسرقوا مكوناتها ونسبوها لألون. وسائل التواصل الاجتماعي ضاجة من سنين بهالخلاف الودي بين الإخوة من المحافظتين، ولحد هلا ما حدا توصل لدليل قاطع. هلا في روايات بتقول بترجع صناعتها لمدينة حما، وبعدها انتقلت لكل سوريا، بس يلي انشهرت فيها أكثر شيء هي مدينة حمص، بس تعتبر حما هي الأولى بصناعتها. للي ما بيعرف حلاوة الجبن، هي من الحلويات التقليدية المصنوعة من الجبن والسميد والسكر ومية الزهر، وآخر شي بلفوها على شكل شرايح طرية ومحشية بالقشطة وتتزين بالبوزة أو المكسرات. الشيء الأحلى إنه حلاوة الجبن ما إنه الخلاف الوحيد بين الحماصنة والحموية، كمان بيختلفوا خلاف كبير على نهر العاصي، لأنه بينبع من الجنوب وبيصب الشمال على عكس كل أنهار العالم، فالحماصنة بينسبوه لألون والحموية بينسبوه كمان لألون. وانتو كمان شاركونا رأيكم، حلاوة الجبن حمصية ولا حموية؟